صباح الخير عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم حبيباتي جبت لكم مجموعة رائعة من بلوزة الوهرانية، القندورة الوهرانية الشابة بزاف المخدومة بالعقاش. شكون اللي ما يحبش القندورة الوهرانية؟ خصوصا العرايس يحبوا دايما يتنوعوا في التصديرة ديالهم، وهذه القندورة لازم تكون موجودة في التصديرة تاعهم. اذا حبيباتي كما راكم تشوفوا لي موديل تاع اليوم شابين بزاف، كما راكم تشوفوا هذا الموديل بالازرق شباب بزاف، الازرق مع الذهبي مع الدوغي، وهذا الموديل كذلك شباب بزاف خصوصا مع لي زاكسيسوار تاعها، هذيك السنتوره الشابه بزاف. لي موديل وهران مخدومين بالعقاش، والتيسو تاعهم شباب بزاف، كاين يخدموهم بالساري الهندي تيسو فولاغ، وهذه باللون الأسود، هذه عروسة ما شاء الله عليها شابة بزاف. هذه صور كامل للعرايس وهرانية، عرايس جزائرية. وهذه شابة بزاف كذلك، خصوصا القماش تاعها كما راكم تشوفوا عنده لي موتيف في الاسفل شابين بزاف. وهذه كذلك عروسة شابة ما شاء الله. وهذه القندورة كذلك باللون الابيض شابة بزاف، التيسو تاعها شباب بزاف. ما يميز القناديل الوهرانية هو القماش، يعني اللي كل كاين بزاف متشابهين، ولكن القماش اللي متنوع، لا دونتيل تاعهم متنوعه كما هذا الموديل. بصراحه هذا هو اللي شباب بزاف، يعجبني بزاف بزاف، وان شاء الله نتوما تاني ينال اعجابكم. اذا حبيباتي كانوا هذو لي موديل تاع اليوم، ان شاء الله يعجبوكم. اذا نخليكم في رعايه الله وحفظه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.